هذا وغادر مملكة البحرين مساء أمس معالي سيد نفتالي بنت رئيس وزراء دولة إسرائيل والوفد المرافق له بعد زيارة للمملكة استغرقت يومين وكان في وداعه بمطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة السفير خالد يوسف الجلاهمة سفير مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل وسعاده السفير ايتان نائيه سفير دوله اسرائيل لدى مملكه البحرين وعدد من المسؤولين بوزاره الخارجيه